أحمد مسلي المدعومي صالي الحج يعتبر كأب الأمة الجزائرية. انزد في تلمسان عام 1898 في عائلة فقيرة. قرأ في الابتدائي الفرنسي وكان في المدرسة الصوفية. كيكبر طلع الباغي باش يخدم في لوزين. التم وين تلاقى بالجورية إيميلي بيسكون اللي كانت فيمينيست ونقابية. بدا كان يتعلم السياسة مع الشيوعيين. في هاد الفترة الأمير خالد اللي كان من في متزاير دار عدة خطابات في باغي وأثر بزاف ميصالي وصحابه اللي قرروا ملتم يديروا حزب سياسي جديد اسمه نجم الشمال إفريقيا. في عام 1927 في بلجيكا ميصالي دار أول خطاب ينادي فيه لاستقلال الجزائر. السلطات الفرنسية غلقت له تمتم الحزب وحطته في الحبس. بعد ما خرج قرر يغادر فرنسا باش يكافح في الجزائر. ويوم 2 أود 1936 في ألجي دار ميصالي الحاج أكبر خطاب سياسي له. حكم حفنة تراب في يده وقال هاد الأرض أرضنا، أرض البركة، ما راهيش للبيع، عندها ولادها وماليها وما راهمش رايحين يمدوها لحتى واحد. وكان هو الأول اللي نادى للاستقلال. من بعد أسس حزب الشعب الجزائري البيبيا اللي كان معروف بالراديكالية تاعو وتبعوه بزاف من الجزائريين. بالصح ما طولتش فرنسا حتى غلقت له هاد الحزب تاني وقعد هكذا يناضل عدة سنين وين تقرب من سياسيين كيما العلماء المسلمين وفرحات عباس وجوز هكا قريب نص حياته في الحبس. بالصح قبل حرب التحرير الوطني ميصالي ما تفاهمش مع ناس اللجنة الثورية وصارت شبه حرب ما بيناتهم وين ماتوا بزاف الرجال. في 1954 اتسجن في فرنسا. ملتم ميصالي الحاج ما زاد شاف الجزائر ومات عام 1974 في باريس. اليوم كاين اللي يقولوا ميصالي الحاج كان ديكتاتوري، ممكن كانت شخصيته متناضرة على جال خياراته، بصح بقى من أقوى الشخصيات اللي عرفها تاريخ الجزائر. يا زمان عرفنا رجال عندهم رجولية وفحولية وتحيا فيهم الشخصية القوية ويرحم كل مناضل عطى حياته باش تعيش بلاده في حرية.